بداية الملف بو 20 ودفاعه بغاو يعطيو الملف بعد سياسي، واعتبروا على أنه تحريك هذا الملف جاء رد فعل على واحد النزاع كان له مع الوزير أخنوش وبو سعيد، وأن المحكمة حكمت لهم بتعويضات أقل من داك الشيء اللي كانوا طلبوه، وكرد فعل كذا، علما أن هذا الملف هذا الوقائع ديالو تمتد إلى ما قبل هذا الملف ديال أخنوش، إلى ما قبل أنه يكون شي خلاف ما بين بو 20 وأخنوش. هذا ملف وقائع تمتد في سنوات، وبالتالي باش يعطيو البعد السياسي لهذا الملف قحموا هاد الناس، هذا قحموهم، بغاو يقحموهم في هذا الملف، واعتبروا ان بعض الضحايا مسخرات وكذا من هنا، علما انه ما كاين لا تسخير ولا هم يحزنون. ثانيا عندما تكلمنا على الخجقجي، لانه في بدايه الملف ما كان حتى حد كيهضر على الخجقجي، وراه قال بو 20 وحضروا من السعوديه وكذا من هنا، بعد وفاه الواقعه ديال الخجقجي في تركيا وكذا، كيصبح الصباح واحد الطرح ديال انه زميل بو 20 خجقجي سبق له ان، فبالتالي كانوا يبحثون عن اي شيء لاطفاء واحد الصبغه السياسيه على هذا الملف، علما ان الملف بحال اللي وضحنا لا امام المحكمه ولا في التصريحات السابقه ولا في الندوه الصحفيه، هو ملف اخلاقي فيه جرائم اخلاقيه قانونيه، كانت فيه متابعه قانونيه وصدر فيه حكم قضائي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.